يعتبر هذا المجلس أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية والجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى نيل الحقوق الفلسطينية. عقد المجلس جلسته التأسيسية الأولى في القدس برئاسة أحمد الشقيري، وكان من أهم قراراته تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وإصدار الميثاق القومي واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية. وبحسب النظام الأساسي لهذا المجلس ولائحته الداخلية يفترض أن يعقد مرة كل عام، لكن الأوضاع السياسية وصعوبة وصول جميع أعضاء المجلس داخل الأراضي الفلسطينية ودول الشتات منعت من انعقاده بشكل دوري. عقد المجلس دورته الثانية في القاهرة والثالثة في غزة، أكد فيها على أهمية منح الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون أعلى سلطة تشريعية. أما عن اجتماع المجلس عام 69 فقد تركزت قراراته على رفض مبادرة وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز لاعترافها بدولة إسرائيل ولعدم تعرضها لحقوق الشعب الفلسطيني. عام 1973 عقد المجلس الوطني دورة استثنائية في القاهرة، اتخذ فيها قراراً بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وألا يكون ثمن هذا الكيان الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل أو التنازل عن الحق الشعب الفلسطيني. لقد أسعدني إلى أبعد حد أن ألبي دعوتكم الكريمة لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الفلسطيني الذي ينعقد اليوم في القاهرة في ظرف بالغ الأهمية بالغ الخطر في نفس الوقت بالنسبة لعمل أمتنا العربية. أصبح المجلس الوطني يعقد دوراته بفترات متباعدة، وفي دورته 14 والخامسة عشرة اللتين عقدتا في دمشق أدان أعضاء المجلس معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وأكدوا على أن أي تحرك يتعلق بالقضية الفلسطينية ينبغي أن يكون على أساس الحق في العودة وتقرير المصير والسيادة في دولة مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وفي الجزائر عام 83 عقد اجتماع للمجلس الذي تميز بإصدار قرارات سياسية مهمة أولها القبول بمشروع السلام العربي الذي تضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 67 وحق اللاجئين في العودة أو التعويض وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة. وبعد عام من قيام الانتفاضة الأولى ووسط أحداث سياسية متسارعة عقد المجلس جلسته 19 وأعلن فيها قيام استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. عام 1991 جاء الاجتماع والمجلس الوطني في ظروف صعبة عربيا وفلسطينيا بسبب حرب الخليج الثانية، ثم جاء مؤتمر مدريد للسلام، فعقد المجلس اجتماعه في الجزائر وخرجوا بقرارات تؤكد على ضرورة أن يقوم المؤتمر تحت شعار الأرض مقابل السلام وضرورة انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات المقامة بصورة غير قانونية. احنا مش عايزين نسيب هذا العدو بالضرب القاطع. أنا في حلبة زراعة بحاول أخذ منه نقطة 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 عشان أسكر بالنقاط انتصار هذا الشعب الفلسطيني. عام 96 عقدت أهم الدورات في تاريخ المجلس الوطني الفلسطيني في غزة برئاسة سليم الزعنون وبحضور أكثر من 700 عضو. قرروا بأغلبية ساحقة إلغاء بعض المواد من الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وقد أحدثت هذه الدورة انتقادات كثيرة من قبل الفلسطينيين. بعد مرور أكثر من 22 عاماً على انعقاد اجتماع المجلس الوطني الأخير أعلنت السلطة الفلسطينية عن انطلاق الدورة 23 على مدار 4 أيام في رام الله لتكون فرصة لتأسيس جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. لبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا، القدس المحتلة.